مرحب مرة تانية باللي انضموا لمتابعتنا في أولى حلقات أمنا حواء، واخترنا أن تكون الضيفة دكتورة رجاء حسن خليفة، مع إن شاء الله إطلالات مختلفة لشخصيات سودانية دعمت طموح حواء السودانية. وبرضو في نسخة إن شاء الله رمضان هذا العام انتقينا من حسناوات المدن السودانية، إذا كانت المدينة أنثى فانتقينا إن شاء الله 5 مدن سودانية ملهمة لحواء السودان في مسيرته وتكوين شخصيتها. أنا مرة تانية برحب باسم كل اللي بتابعونا الآن بدكتورة رجاء، ودكتورة رجاء حسن خليفة مستشار رئيس الجمهورية سابقا وسابقا، يمكن كثير من الصفات اللي قدمت رجاء حسن خليفة في مجلس وفي مقعد يمكن يكون مقعد ثقة للمرأة السودانية. فدكتورة رجاء، بدايات التكوين لشخصية رجاء حسن خليفة والدعم داخل البيت، انجاز لي أن أقول أو أتحدث عن الأم يعني كواحدة من الشخصيات المهمة في حياة أي حواء في تكوين الشخصية. شكرا أستاذ غادة، والتحية برضو عبر لكل حواءات السودان. نعم، يعني على قيد الحياة، عطاء مستمر، والفارقونا للدار الأخيرة ترحم عليهم. وحقيقة يمكن يعني بالنسبة للإلهام زي ما ذكرتي، الأم هي أول من تضع البصمات ويعني تساهم في الدعم وفي المساندة وفي التشجيع. أمي من أم درمان، أم درمانية، أولادهم درمان، يمكن ما كملت التعليم لكن كانت امرأة علمت الحياة، يعني كان شخصيتها قوية، امرأة حكيمة حنينة لكن حاسمة. لو عينت لك كده بتعرفي انت تربية زمان الموجودة الان. نعم، الرسالة وصلت يعني. ايوه، فحقيقة هي يعني حرصت انه اذا كان هي الظروف ما خلتها كملت تعليمها، كانت دايرة تشوف نفسها في تعليمنا احنا، فكانت حقيقة يعني مشجعة وداعمة ومساندة، وانا كنت بستفيد منها كثير جدا من صفات يعني الصبر والعزيمه وقوة الشخصيه والمحنه في مكانه والحس يعني في مكانه. فربنا يرحمها. وافتكر انه يعني كان يعني انا بالنسبه لي يعني استمر مساندتها معي وانا يمكن في سن التكوين في المدرسه. ام درمان برضه كمدينه وبروف يعني شكلت برضه بالنسبه لي يعني محطات كثيره جدا كانت ملهمه. لكن بعد امي الله يرحمها سندها معي استمر حتى انا في العمل العام، المقعد بتاع التعامل كان مقعد ساخن جدا يعني. ايوه، مقعد ذلك الليل في جوبا وبكره في الفاشر وبعد بكره في الشماليه. فكانت هي حقيقه يعني يمكن حتى لما انا انتقلت وزيره لولايه انا ما مستغرب فيها نهرانيل. راعتك في حياتك. هي طلعت معي، خرجت أيوة. معي يعني قفلت بيتها ومشت معي، قعدت معي لان انا قعدت في رقم واحد. ابني احمد ربنا يحفظه برضه هي رعته وهو يعني صغير بالتربيه بالتوجه، وكانت بتقول لي يا رجاء انت يعني بشغلك الكثير ده يعني يمكن ما استمتعتي باجمل السنوات احمد ولدك يعني. يا سلام، فربنا يرحم. فحقيقه برضه يعني المتابعه والتربيه والبيت نفسه، بيتي كان يعني بحكم وقعي كان بيت مفتوح لاخواتي من الولايات للضيوف لكذا، فهي كان بتحرص انها تخدم بنفسها، تقول لي حزاري ما تجيب لي اكل من برا جاهز ولا تجيب لي طباخ يشتغل لي، انت ضيوفك دي 100 200 انا بخدمهم. فحقيقه يعني كنت يعني باخذ منها كثير من يعني امراه كان برضه يعني عندها الكرم، اهتمام بالشرائح الضعيفه يعني نحن من درمان جينا الرياض، الرياض يعني حي درجه زي ما انتم عارفين، هي بتبحث تشوف لها يعني عماره فيها غفره مثلا، دارين مساعده، مكوجي مع في رمضان بالذات نحس في رمضان دار يعني بتجتهد في انها يعني تقدم للاخرين. فبرضه العطاء الحقيقه اخذت منها كثير جدا من العطاء، فهي حقيقه كانت اول الملهمات واول المساندات بالنسبه لي واكثر المحطات الخضراء والمضيئه جدا. صحيح. تكون واللي يمكن من خلال حديث دكتوره رجاء الوالده ما بين المحنه والصرامه، كثير من امهاتنا يمكن كانت هي الاساس بتاع التربيه اللي ساهم في تكوين شخصيه رجاء حسن خليفه. كل اللي بيعرفوها عرفوا انها امراه ما ليست بالغلو ولكن الوسطيه في حياتها في التعامل مع الاخر، دي واحده من السمات اللي ممكن تكوني اخذتيها من الوالده. احنا حنرجع ونواصل مشوار ومحطات الهام في حياه رجاء حسن خليفه، لكن بعد ما نسمع حنان بلبلو. امنا حواء امنا حليله جمعتنا كلنا، حواء امنا امنا حواء امنا حليله جمعتنا كلنا.
كلنا حواء أمنا أمنا حواء أمنا حما إن شاء الله. واستمر المشوار من بوابات خضراء لعطاء برضو مختلف، الثقة في النفس، الطموح الكبير، ولا زال طموح رجاء حسن خليفة يلامس عنان السماء. فنتحدث برضو عن محطات تانية برضو مهمة في المشوار. المحطات التانية هي المحطات المكملة لرسالة الأم، يعني اللي هو المعلمات. أنا من المعلمات، يعني درسوني معلمات كانوا يجمعوا بين التعليم وبين التربية وبين حتى الفن. يعني درسني أمين عبد الرحيم الممثلة المعروفة، درسني رافحة محمد محمود مد الله في عمره، يعني هي الآن درامية معروفة. درستني نفيسة المليك وهي رائعة العمل النسوي ومن مؤسسة الاتحاد النسائي. نعم. يعني وكانت يعني حقيقة نحن أصلا ما ننسح مرحلة متوسطة، مرحلة يعني مرحلة الشغب وكده، فكان هي حقيقة يعني يمكن يعني علمنا من الانضباط واحترام الوقت والانضباط في الحصص والدخول، ويعني حتى زي كل الطالبات المشاغبات يا دكتورة والله بيقولوا كده. انا بتذكر اني يعني داخله من المشاغبه خاصه مرحله متوسطه يعني، لكن كنا بنعمل حساب كبير جدا لنفيسة الملك، يعني كانت هي برشاقتها في المدرسه، يعني كل زول بعد ذاك بيعمل خطوات تنظيم. فدي الحقيقه معلمات يعني اسهموا كثير جدا يعني في توجيهنا وفي اخذ غضوه منهم. يمكن بعد ذلك لما جينا في العمل العام، انا بفتكر يمكن من النساء بالنسبه لي كانوا ملهمات، لانه الحقيقه أنا اول محطه لي غير العمل على مستوى الحي والمحل كنا ساكنين في الثورة حار 14. يعني انا بفتكر انه الواحد محل ساكن لازم يكون عنده علاقه مع جيرانه مع اهله، لازم يخدم حي. انا كنت انا بيرسين الشعبيه تحت الحي. يا سلام. فاشتغلنا في يعني اشتغلت مع اخوان واخوات يعني موضوع النظافه حقه الحي، المدارس وتاهيل والامهات ودعمهم، يعني العمل الثقافي حتى على مستوى الحي، العمل الدعوي في المسجد وحلقات توعيه النساء حتى في المآتم. يعني كنا عملنا النقله نحن حقيقه بتاعت المجتمع، يعني ينتقل من البيك اللي فيه تطويل وفيه نواحي وفيه اللي عزا فيه ختمة قران وفيه صبر وفيه كذا. فدي كل حقيقه برضو الحي ده برضو فيه كثير من النساء. يعني انا بذكرهم بالخير في الثورة 14، يعني اختنا شامه، يعني خالتنا يعني رحمه عبيد دي كانت امراه يعني حكومه، يعني امراه شخصيتها قويه وامرأة يعني عندها عطاء في حيها. شامة برضه كانت امرأة يعني هم أكبر مني في العمر، لكن يعني التقينا مع العام في العمل العام، وفي الأصغر مني اللي هم كان أصغر مني عمر بفارق يعني، لكن برضه كانوا ملهمات. يعني بنت أنا مود عمر حياتهم الآن هي دبلوماسية، يمكن هي بقت السفير في بعثتنا في القاهرة. هي كانت أصغر مني العمر، لكن برضه كانت يعني معاني في العمر في حملات النظافة العامة بتاع الاتحاد المرأة بتاع الحي لين الشعبية. يعني بدأت اتحاد المرأة ده من الحي. نعم، وأنا بفكر إنه دائما انت بخبرة يا دكتور الأعمال العامة. صحيح. أيوة. أنا ما سبق يمكن من يعني من الثمانينات لحد ما طلعت، يعني كنت زولة قاعدية بتاعت حي يعني. أيوه. لكن لما جيت بدأت في العمل القومي طوال أظن طلعت كده بنمرة ثلاثة، لأني أول مأمورية كلفوني أمشي الجنينة أكون اتحاد المرأة. بالآن حقيقة أنا في دارفور بالنسبة لي برضها كأول محطة أطلع من خارج السودان، من خارج الخرطوم أقصد، في مهمة كان المفروض تكون 7 يوم 10 يوم، قعدت 45 يوم. بقيت مواطنة جزء من أنا ومعي زميلتنا والغلام مشينا كوالدي حدا مرة هناك، قبل ما طلعوا بتغطى على التمويل ما كان في التمويل زمان ذاك يعني. لكن الجنينة حقيقة برضه مدينة جميلة ومدينة خضراء وناس مضيافين ويعني وحبوبين ورحبونا ترحيب شديد جدا جدا. احنا طلعنا كل المحليات حتى يمكن على حدود تشاد على حدود افريقيا الوسطى في ظروف الخريف وفي غيره، فكان بالنسبه لي محطه برضه كثير من المحطات. ورشحوني اتحاد المرأة بنشر المؤتمر النقابي الاولي، نحن رشحنا بتخرطوم اللي رشحنا بالاتحاد. معناتها رجاء حسن خليفه اتت من القاعده من الحي ونائب رئيس اللجنه الشعبيه لعلم كامل بماذا تريد المرأه. ملفات صعبه جدا كان في اتحاد المرأة بسلاسه شديده كان بتقودها رجاء حنجي، ونتكلم عن مشوار مهم جدا ومحطات مهمه جدا. ما بتلي فقط دكتوره رجاء لكن تلي المرأة السودانية من خلال اتحاد المرأة. واحنا طبعا هنا الان في اتحاد برضو مختلف صحيح عضويتنا طبعا ابداع وجمال المرأة السودانية وصوت جميل قادم من مدني من حي كلها الود مدني. انا شايف مدني غالب يعني شايف الجزيرة غالب هنا في الجلسة دي يعني. ايوه طبعا من لكن هي السودان كله يعني طبعا انصاف. وامنا حواء امنا إليها جمعتنا كلنا حواء أمنا
أنا دايماً بختار زيت شمس لأنه صحي وأخف من أي زيت تاني، وكمان بحافظ على أحلى طعم للأكل. زيت شمس، أكلك أحلى وأخف. بداية الحكاية، بداية الكل بيعرفوها، في كل مطبخ ست شاطرة، في أي أكلة بيطبخوها. الناس بتجهز للعزايم، في كل بيت لكل صايم، الخير كتير يكفي ويفيد، رمضان كريم وخير دايم. الناس ملمومة في أكبر عزومة، على أحلى أكلة بزيت صباح، زيت صباح. رمضاننا يحلى لمتنا تحلى، على أحلى أكلة بزيت صباح، زيت صباح. زيت صباح أصلاً لما عشنا مع وجمال لحظاتنا، نفرح وننعش بيه حياتنا. عيش مع طعمه في عالم تاني مليان ألوان أحلام وأماني. جرب مرة حتطلب تاني، تملى الكون أفراح وأغاني. طعمه يزين كل عاداتنا، بيه وفتحنا كل ماتنا. عصير كريستال لأجمل اللحظات. منذ فجر التطور اندثثت الحضارة مسلحة بثقتكم لترتقي على أسس من حديد. نعمل في أبحاث استخراج خام الحديد من هذه الأرض الطيبة ونصدره إلى خارج السودان. من أجل ثقتكم نضع اسمنا على كل وحدة حديد. حديد الأسعد، مفخرة الصناعة السودانية. زادنا غيرنا العادي. ربنا يحفظ لك كنين يا ام كنين. ان شاء الله يحفظ لك كريم، يحفظ لك يا احمد، يحفظ لك محمد ومحتز، ويا امام احفظ لك ولدك ويحفظ لك اولادك. اللهم امين. الشهر الكريم ده دي والزمن الصعب امين ويزعدهم ان شاء الله. امين ونجيرهم ان شاء الله. ان شاء الله يدينا برهم ان شاء الله. وان شاء الله احمد يكون سند امه ان شاء الله، ويخليه لك يا دكتوره ان شاء الله، وسند البلد. طالما امه كانت قدمت للبلد اكيد هو على نفس الدرب يعني ان شاء الله. دكتوره رجاء، تكلمنا عن سند البيت الوالده الله يرحمها، ومرقنا برضه للحي، وانت بتفتخري انك من القاعده جيتي لقياده العمل النسوي في السودان،
وقدوة وملهمة كانت نساء الحي وغير من أستاذاتك. إحنا بنحييهم كلهم على رأسهم أستاذة نفيسة الملك، هذه المرأة الرقم الكبير يعني، وربنا يديها الصحة والعافية في الشهر ده. ومحطات أخرى لرجاء حسن خليفة، طالما كانت الحقائب بتحت العمل متعددة ومختلفة برضو بالتأكيد هناك في شخصيات عندها كان تأثير الكبير على الرجاء. حقيقة يمكن من أنا اشتغلت في اتحاد المرأة يعني بقول لهم شيبت فيه يعني، جيت وأنا يعني من خريج من الجامعة اشتغلت مع الدكتورة سمية بكشوة أمين سياسي في الاتحاد يمكن دورتين من 92 لحد تقريبا 97، مشيت الوزارة سنة جيت راجعة أمين عام 12 سنة ثلاثة دورات ما شاء الله. وبعد ذاك جيت رئيس شورى يعني شيبت فيه يعني الاتحاد، لكن حقيقة سمية بكشوة البروف سمية بكشوة الآن وزير التعليم العالي بفتكرها من الشخصيات اللي كانت لي أنا والمجموعة اللي اشتغلت معاه في أمانتها، كان عندها أمانة فيها المرحومة للمغرب رحمه الله رحمه وازعه الله، وكانت في أخوتنا من المختار مجموعة من أخوات من الجنوب من عز الحد من دارفور ومجموعة من أخوات من كل السودان، كان وقت ذاك بيمثل في الأمانة العامة كل السودان. سمية بكشوة كان جاي من كندا مهاجرة من الناس اللي استجابوا للنداء بتاع انه يجروا عباد ويبنوا مع الناس. كانت هي امين عام منتخبه كنا احنا معاها، حقيقه تعلمنا منها كان مدرسه برضه متفرده في التجرد. بيتها كان في حي المطار بيت حكومه الجامعه، كان بيت صغير لكن بيتها كان مفتوح يعني ممكن يجوا ولايات الساعه 2 صباحا مجموعه ينزلوا 7 8 نبي نحياها يعني مفتاح الصالون والبرند يعني البيت الحقيقه يعني كان هو اشبه بالدخلين المفتوحه لنساء السودان. علمنا منها النظام في العمل، الانضباط المالي، اذكر ما كان اتحاد مره بدا ما كان عنده ما عنده موارد ماليه، جابت لها محاسب واوتاد ليش ما في، قالت لي الا القروش بتجي لكن احسن يكون في سيستم. تعلمنا منها التعامل بشفافيه مع 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 المال، تعود منه زول يعطي يعني في العمل العام ده ما يكون راجي لازم هو يكون عطاوه يعني اكبر يعني. فهي كانت يعني حقيقه علمتنا التجرد، علمتنا العطاء، طافت بين السودان يعني يمكن في ارجاء البعيده، وتعلمنا منها حقيقة العزيمة. كنا عندنا برضو الواجهاتنا صعب كثيرة يعني كنا ماخدين عهد إنه إحنا يعني مشاكلنا ما نطلع بها برا نحلها نحن مع بعض كمجموعة. وشوفنا أولاد عاتك وإبراهيم كانوا هم صغار، فمنا برضو علمنا من إنها كيف يعني كانت تدير يعني توازن ما بين نعم، وهم كانوا أطفال صغار يعني ما كانوا كبيرين. زوجها برضو حقيقة كان عبد الرحمن إبراهيم الخليفة دكتور عبد الرحمن نعم. برضو كان بالنسبة لها سند، وكان يعني بيته ده لأنه إحنا شاركناه في بيته وشاركناه في خصوصياته كل السودان، فحقيقة كان بالنسبة لنا يعني غدوة مثل في التجرد في حب الوطن في العمل العام في الرحمة بالمسكين في تفويض الصلاحيات يعني كان تديني مساحاتي إنه يزود مساحته يعني كان هي بتكون سعيدة في إنه يعني الناس تبار وتنافس في العمل. الحقيقة بحييها إحنا عرفتينا على طبعا بصورة لا والله مختلفة يعني تماما يا دكتورة. الصينيين عموليها أتذكر كان بيسجلوا يوم في حياة امرأة فيسجلوا معاه يوم مين هي بتقوم من النوم تعمل الشاي لاولادها تمشي الجامعه بتدرس. بعدين دكتور سمية بكشوة علمتني انه في العمل الطبيعي ده انت لازم تشتغل تواصل شغلك المهني ما تتخلى عنه. كان بتدرس وبتجي الاتحاد بطباشيره يعني في الاحفاد بجامعه الخرطوم، وهي يعني هي متخصصه في الهندسه الوراثيه اللي هي هندسه دقيقه أيوه. لكن برغم ده كله كانت هي بسيطه مع نساء السودان في القرى وفي الارياف في دارفور في كردفان في الجنوب يعني. فانا الحقيقه برضو انا بالنسبه لي كانت ملهمه كبير جدا كثير جدا في مسيرتي في الاتحاد. ومع الدكتوره سمية كملهمه اساسيه بعد ذاك لما جيت انا امين عام اخذت منها المدرسه دي في كثير من المعالم، لكن بعد ذاك انا برضو ساندوني اخوات كسر الحقيقه. انا ما كنت ناجحه لاني انا رجاء وحدي كان معي تيم يعني لهم شكرا يا دكتوره الحقيقه الله بيشكرهم كلهم يعني اذكر منهم يعني اتمنى يعني لانه حقيقه انا اشتغلت هذه دورات ما معي نفس الناس انا نوحت لكن في ناس رافقوني دكتور اقبال جعفر حسين الان في قطاع الضمان التمويل الاصغر كانت ماسكه معي ملف الاقتصادي ساره ابو ماسكه معي حقوق الانسان يعني اخوتنا قمر هباني روضه الحاج ماسكه معي ملف الثقافي وكانت عندها بصمات في الاتحاد لدورتين معي يعني اخوتنا يعني من بلد دارفور اشتغلوا معي في الاتحاد مجموعات منهم يعني قدموا معي. الحقيقه بفتكر انه انا نجحت بنجاح مجموعه من الاخوات. امير الفاضي اشتغلت معي في الامانه كامينه للصحه. انا حقيقه انا اخشى اني اذكر اسماء لكن حقيقه انا كانوا معي مجموعه من النساء عندهم خبرات كبيره كانوا شخصياتهم قويه وكان عندهم بصمات فانا كنت قويه بهم يعني بفتكر انه اي زول ده ينجح لازم هو يتمكن يحشد معه يعني مجموعه من الناس الناجحين. فقدنا سفينه الاتحاد وقدنا المرحومه الى خالد
ومجموعة من الأخوات برضو على مستوى الولايات حقيقة كنا تيم يعني متجانس. أنا حقيقة بحييهم كلهم، بحيي كل ما لم أذكرهم يعني في 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 مسيرتي. عندي من الأخوات اللي كانت معي جندية مجهولة ناس ما بيعرفوها لأنهم ما كان عضوها، ما كانت بديلة مجذوب إبراهيم، كان مدير تنفيذي معي 12 سنة. كل العمل كل العمل الدار ينجدوه ويتابعوه واتصالات وتنسيق، وكان بيجي وراه ومعه مجموعة برضو. فدي مجموعة يعني من الأخوات بحيهم كلهم في كل الدورات، بحيط الستاف الإداري. إحنا حتى مجموعة البنات كانوا ممكن يسموهم موظفات أو عمل، كان عندهم برضو دور كبير جدا في المشروع. إحنا يعني حقيقة كأسرة واحدة يعني، حتى السواقين كان معنا، السواقين كان بيحبوا الاتحاد غروهم ما مش من الاتحاد يعني، رغم ان احنا نديهم كان حاجة كثيرة. فافتكر انه عمل طوعي يعني، ثلاثة عرفنا بالسودان. انا حقيقة مدينة الاتحاد مرة كان مؤسسة فيه وراني السودان من حلايب، حركتي لحد فور برنجة في غرب دارفور، لحد يعني تخوم كردفان في غربها، لحد الشمالية في يعني نهاياتها في حلفة. عرفت السودان حقيقة الشرق كله لحد يعني الغرب كله، الوسط يعني انتم تقوا معي ناس الوسط. عرفنا السودان اتحاد المرأة. فالحقيقة بحيي كل معامل اتحاد المرأة كان في أمانة عامة أو كان في مجلس بدون أبو عفان برضه من الشخصيات اللي هي ما كانت يعني ما عندها علاقة بالعمل النسوي، كان اقتصادية، كانت في المكتمية الإسلامي الله يرحمها، لكن جات في الاتحاد برضه خبرتها تعلمنا منها الكثير. سعاد بكشوة كان مدرسة يعني مدرسة متفردة برضه يعني، عندها مصطلحات الخاصة بها، عندها مدرستها في 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 العمل، عندها نظريات، عندها أمثال. حقيقة بحيون كلهم يعني فردا كلهم فردا. القائمة أكيد حتكون طويلة جدا. أنا اتعمدت إنه أنا أصمت لأنه ما ذكرتيهم كلهم لين بصماتنا الخاصة. بهذا التواضع يمكن عرفت رجاء حسن خليفة بعطاء ضخم جدا وكبير، هي ما قاعد تحب تتكلم عنه ولا تحس انه ما عملته هو غير الواجب تجاه صحيح. الوطن وتجاه حواء السودانية. انا بشكرك الشكر الجزيل في انه في اول يوم في رمضان كنت معانا في برنامج في نسخته الجديدة بنتحدث عن الملهمة في حياة حواء، واخترناها المرأة السودانية دكتورة رجاء حسن خليفة بعناية لانها سندت كثيرات وملهمة لكثيرات الآن في مجال العمل العام، في مجال العمل السياسي. امرأة استطاعت أن تقود حملة النظر للمرأة بعيد عن الجندر بعطاء فقط. تحدثت في انتخابات 2010 أنه 25% هي كحد أدنى بالنسبة لمشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية في السودان. وصلنا 30 بعد طبعا. وصلتي لي 30 كلنا مع بعض في مجموعة. قدت الأمر ده وقدت كثير من المبادرات. إحنا بنقول لك شكرا جزيلا وشكرا جميلا دكتورة رجاء حسن خليفة، امرأة سودانية خالصة. بنتمنى إن شاء الله إنه مزيد من الخطوات الجميلة الخضراء للمرأة السودانية، وإنت الآن عضو في البرلمان، بنقول لك كل سنة وإنت طيبة وربنا إن شاء الله يخلي لك أحمد وينجح ويفلح زي أمه إن شاء الله. أنا بشكرك أخت غادة وأشكر أخواتي شرفوني في هذه الجلسة الرمضانية الجميلة، وبرضو أنا حقيقة يعني بلتمس العذر لكثيرات عطاهم كان كبير جدا ما ذكرتهم. وأنا يمكن كتابي وكان زادي الأمل يعني كان محط التوثيق، يمكن لأنه بالكتابة زول بيتذكر أكثر من الشفاهي، فهم كثيرات جنود مجهولات يعني كانوا في محراب اتحاد المرأة في العمل الوطني. أنا بحييهم جميعا وبلتمس منهم العذر لما ذكرتهم، ويعني عبرهم بحي يكون نساء السودان الحقيقة برضو نساء السودان الغبش الكادحات، يكون إحنا يعني بنكون سعال أول مهنيات النخب كلهم حقيقة إحنا كانوا مع بعض، كنا إحنا مع بعض بنتعاون عشان نخدم حواء السودان. فلك التحية والتحية لكل حواء السودان في الداخل في الخارج برضو الفنانات والمبدعات والصحفيات والإعلاميات، ما هو دي حقيقة مسيرة كل زوج عنده فيها بدي فيها بصمته يعني. أيوة إحنا سعداء مرة تانية، وإن شاء الله البداية كانت مع امرأة ملهمة لوحدها. إن شاء الله نسخة هذا العام هي شخصيات في حياة حواء، واخترنا حواء لأنه حواء قدمت طامحة ومجيدة وفي رحاب الوطن الكبير السودان في اتجاهات العطاء المختلف. في حواء أخرى سندت حواء حتى ملتقانا إن شاء الله بكرة مع سودانية ناجحة وداعم لها. بنخليكم ونوضحكم على صوت أم لدن حرم النور. أمنا أمنا حواء أمنا حليلة جمعتنا كلنا.
والدنيا مو قولي حال السودا خلاص يا سر قام دوال السودا خلاص يا سر قام دوال شدة سواد تاني وشيد الموتيرات شدة سواد تاني وشيد الموتيرات Yeah.
عروس وعريس الليلة يا حواء